أغلقت الأبواب وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك قال معاذ الله قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئن فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئن وهم لا
يشعرون يا بشرى يا هذا
وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وجيء السيارة فأرسلوا وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته عسى أن ينفعنا أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وقالت أيت لك وقالت أيت لك وقالت هئت لك قال معاذ الله وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت ايت لك وقالت ايت لك وقالت ايت لك وقالت ايت لك وغلقت الابواب وقالت ايت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون